الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. أقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال نهار اليوم بإذن الله، حيث تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي تتركز في المنطقة الجنوبية والشرقية وبعض الأجزاء الوسطى. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث يسود الطقس غائم جزئي مع احتمال زخات من الأمطار، انخفاض واضح على درجات الحرارة حوالي 26 درجة مئوية، الرطوبة حوالي 56%، والرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة نهار اليوم في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا إربد تفرق لبعض الغيوم 28 إلى 15، عجلون 26 إلى 13، جرش 28 إلى 15، والمفرق زخات من الأمطار 29 إلى 15. المنطقة الوسطى تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، هناك احتمالية لبعض زخات من الأمطار في العاصمة عمان 26 إلى 16، الزرقاء 29 إلى 17، البلقاء 28 إلى 16، مأدبة 28 إلى 15، والبحر الميت 34 إلى 22. المنطقة الجنوبية أيضا تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، زخات رعدية من الأمطار متوقعة في حموم تلك المناطق، الكرك 25 إلى 13، طفيلة 27 إلى 14، الشوبك 26 إلى 14، معان 30 إلى 18، والعقبة 38 إلى 23. المنطقة الشرقية أيضا تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، زخات رعدية من الأمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة في عموم تلك المناطق، أرويشد 34 إلى 18، الصفاوي 33 إلى 16، والأزرق 35 إلى 18. إلى اللقاء.